السلام عليكم أيها الحضور الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نجتمع في هذا الحفل إحياء واستذكارا لذكرى الشهيد الشاب الفتى علي عباس. نستذكر تضحيات جميع الشهداء، نستذكر عطاءات هؤلاء الشهداء والأمة التي تحتفي بشهدائها وتستذكر عطاءاتهم وتمجد مقامهم الشامخ. هذه الأمة أمة رشيدة، أمة واعية، أمة قوية، أمة منتصرة إن شاء الله. وكيف لا نحتفي بالشهداء وبالمضحين؟ والقرآن الكريم قد مجدهم وأثنى عليهم أعظم ثناء وتمجيد، إذ قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم في مقام العندية، ذلك المقام الخاص عند الله سبحانه وتعالى. لم يقل في الجنان يرزقون، بل قال عند ربهم يرزقون. فمقام الشهداء مقام عظيم، لا يسعني ولا يسعنا أن نستجلي ونصل ونفهم مقام الشهيد. فإن قطرة الدم عندما تسقط من الشهيد تمحو جميع ما عليه من آثام أو ذنوب، وبالتالي يعرج وهو طاهر مطهر نقي كيوم ولدته أمه. فهذا ما يفسر المقام الرفيع لهذا الشهيد، لأنه قد غسل جميع ذنوبه وجميع تقصيراته في هذه الحياة من خلال ما قدمه في طريق الدين، في طريق الرسالة، في طريق العزة والكرامة. عندما قدم روحه في طريق الله سبحانه وتعالى وقدم أثمن شيء يمتلكه وهو روحه، وكان سخيا بروحه، استحق هذا المقام. فالشهيد في الحقيقة هو وسام شرف من جهة وأمانة خطيرة من جهة أخرى. هو وسام شرف للأمة وللمجتمع وللشعب الذي أنجب هؤلاء الشهداء، لأن هؤلاء الشهداء في الحقيقة ليسوا حالة طارئة في المجتمع، وإنما هو وليد تفاعلات في المجتمع، وليد الوعي الذي يتحرك في المجتمع، وليد الثقافة التي في المجتمع. وهذا الشهيد قبل أن يكون شهيدا كان شابا نشطا متواجدا في الساحات، مقداما شجاعا. وإلا الشهيد ليس حالة فقاعة وتحصل، وإنما هو كما ذكرنا نتاج حراك مجتمعي، نتاج وعي وثقافة، نتاج نشاط مستمر. فهو قبل أن يكون شهيدا كان نشطا وكان حاضرا
وكان شابا معطاء مقداما، فاختاره الله سبحانه وتعالى شهيد. وجميع الشباب المؤمن المضحي هو مشروع شهادة، لأنه كما اختار الله سبحانه وتعالى هذا الشاب علي، من المحتمل أن يختار ذلك الشاب الآخر المتواجد معه كذلك في ساحات الصمود، ساحات المقاومة، ساحات العطاء، ساحات الحضور المستمر في إطار حركة هذا الشعب الواعي المضحي المجاهد الواعي المستقيم على خط الدين وعلى خط العلماء الرساليين. فإذا الشهيد والشهادة وسام شرف للأمة، لأنها تعبر عن نضج هذا الشعب ووعي هذا الشعب وفدائية هذا الشعب ووفاء هذا الشعب وعطاء هذا الشعب، فهو وسام لجميع أبناء الشعب، وكل أبناء الشعب يحق لهم أن يفتخروا بشهدائهم لأنهم أبناؤهم. فعلي ليس ابنا لأبيه فقط، بل هو ابن للشعب، وهو من جهة أخرى أمانة. ما يشرفك وما تفتخر به وتعتز به كذلك أنت مسؤول عنه، ودمه يمثل أمانة في أعناق أبناء الشعب، لأن الشهيد لم يخرج مسترخصا دمه يريد الانتحار، يريد أن يتخلص من نفسه، وإنما خرج من منطلق أهداف عظيمة وشريفة، انطلق برؤية واضحة يمثلها الرموز العلمائية والرموز السياسيين الأمناء على حراك هذا الشعب. الشباب عندما يخرج يطالب بحقوقه يمتلك وعيا، يمتلك أهدافا، يمتلك رؤية، وبالتالي هذه الشهادة وهذا الدم ثمين انطلق لأجل أهداف معينة، لا بد على الشعب أن يحافظ على تلك الأهداف وأن يسعى جاهدا لتحقيقها. وسوف يبقى الشعب إن شاء الله وفيا لدماء شهدائه، لمعاناة جرحاه، لمعاناة معتقليه، لمعاناة مشرديه، لمعاناة مهجريه، للنساء الثكلى. سوف يبقى هذا الشعب وفيا إن شاء الله، وإن جاز لي أن أعرج على الحدث الذي يراد له أن يتحرك في هذا البلد، وهو الانتخابات القادمة. فمن الواضح أنها لا تمثل إرادة الشعب، ولا تحقق أهداف هذا الشعب، وليس هي التي بذل لأجلها الشهداء دماءهم والمعتقلين حريتهم والجرحى راحتهم وجميع الذين قدموا ويقدموا هذا الشعب، لم يقدموا لمثل هذه المسرحيات
إنما قدموا ما قدموا لأجل إصلاح حقيقي، لأجل تغيير واقعي، لأجل أن يكون الشعب صاحب قرار في هذا البلد، أن يكون شريكاً حقيقياً في إدارة شؤون بلده. ومن الواضح أن هذا المجلس وهذه الانتخابات لا تحقق ذلك أبداً. الشعب منها براء، الشعب يرفضها وسيقاطعها ولا تمثله أبدا، سوف يبقى في الساحات، سوف يبقى وفيا لدماء شهدائه، سوف يستمر في مسيرته وثورته السلمية الحضارية التي هي حق طبيعي لجميع الشعوب أن تنادي وأن تطالب بحقوقها الأساسية التي هي من أوضح الحقوق. أصبحت مشاركة الشعوب، المشاركة الواقعية في إدارة شعوبها من أبدع بديهيات الواقع السياسي في أي بلد. نحن في هذا البلد وبعض البلدان المعدودة على الأصابع نمثل غاية التخلف في الأنظمة السياسية، فمهما حاول البعض أن يزين الصورة فالأمر واضح، نعيش تخلفا سياسيا كبيرا، وهذا الشعب من خلال تضحياته ومن خلال رجالاته الأوفياء سوف يبقون صامدين حتى يحققوا التغيير الحقيقي ويؤسسوا لحياة سياسية تقوم على أساس المواطنة، تقوم على أساس العدالة، تقوم على أساس المشاركة الشعبية الصادقة. الشهداء دماؤهم ينبغي أن تسقي هذه الشجرة، لا تسقي تلك الشجرة اليابسة العفنة، وإنما تسقي شجرة الكرامة والعزة والمشاركة الواقعية والحرية لهذا الشعب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يحشرهم مع الشهداء في ركب الحسين، وأن يجبر على قلوب أهليهم، وأن يوفق هذا الشعب للوفاء لشهدائه ولمعتقليه، وأن يبقى الشعب إن شاء الله صامدا حتى تحقيق مطالبه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.